ومكملين معكم. وبختام صباحنا لليوم، دائما بتكون الحلويات هي متصدرة الطاولة، وخاصة عند البيوت الدمشقية. دائما جمعة ليالي ما بتكمل إلا بهدول القصص، نحن بنقول لهم نقريش كرمال تحلى السهرة. ولكن قد ايه مهم اليوم وقت اللي بيكون هاد الحلو هو شغل بيتي علي، قد ايه بيعطيه هيك، بتعطيه حب، يعني بتعطي هاي الشيء اللي عم تعمليه حب أكثر ما يكون عندك إبداع بالقصة. ولكن في بعض الأحيان بتروح القصة لموضوع إنه ممكن المدام او الصبية اللي عم تشتغل هذا الشغل تفكر بمشروع يكون لإلها هو، يعني مثل موضوع انه تسوق فيه بموضوع الحلو. كرمال نحكي اكثر عن هذا الموضوع، اكيد معنا ضيفتنا لليوم السيدة عبير دحدل، وهي من المهارات وصناع على حلويات. يسعد لي صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير ست عبير. يعني مثل ما شايفين على الطاولة ديزاينات كثيرة عديدة، ألوان بتخص طاولة عروس، بتخص ولادة جديدة، بتخص أعياد ميلاد. خلينا نحكي بالبداية كيف بلشتي بالفكرة وكيف سوقتي لها لحتى حبيتي تكفي فيها؟ هلا انا بشتغل كنت لبيتي، يعني حلو ضيافه اي شيء، كان كل شيء يطلع ناجح وحلو. يجي مثلا يتضيفوا حلو كثير ممتاز طيب، وصرت اعطي ديزاينات حلوه اتعب عليها يعني اشتغلها بدقه، فصارت كثير القصه شوي انه براسي انه ليش ما تكون يعني نسوق لها تطلع. قديش عمرها هالحكي؟ شيء 4 سنين. اوكي. وإن رفقات كانوا بازارات وهيك فشجعوني اعمل بازار، فكانت البدايه ببازارات الكنايس يعني. بلشت هنيك وبلشت تسوق للشغل شوي شوي. وبس كوكيز انت بتعملي؟ نو، بعمل كوكيز، بعمل جوزه، بعمل غريبة لوز معمول بكل اشكاله، والكوكيز لكل المناسبات. وبعدين شوي شوي بلشنا يعني منعرف اكثر من بازار لبازار. بعدين تعرفت على المدام رنا طباع منظمة بازار الوان سوريا، ومن هنيك كمان تعرفت العالم اكثر بسبب الدعايه اللي بتعملها والتنظيم الحلو تبع مدام رنا. قد اعطتك هدول البازارات خلينا نقول شهره او مجال اكثر بالتسوق؟ انت كل بازار بتفوتي بتتعرفي على عالم جديده، العلاقات. ايوه، والعلاقات جديده بتصير العالم، يعني العالم هي بتصير تسوق لهذا الشغل انه انا اخذت من هون المكان هذا حلو طيب مرتب، عرفتي؟ فمن واحد لواحد بتنتقل القصة، ومن بازار لبازار صرنا بلشنا بواحد، صرنا اثنين، صرنا أربعة. إن شاء الله على طول. يعني عم نشوف يمكن صور كثيرة بتخص طاولات الزينة، لكل مناسبة مثل ما قلنا إلى ستايل، حتى هلأ بالعيد الإيستر كمان كان له شيء بخص السيسام، بخص البيض، ويمكن الجوزة، جوزة الناس هي أكثر شيء بناكلها بالعيد. خلينا هيك نحكي الأفكار، يعني في أفكار كثيرة موجودة على الإنترنت أكيد بتساعدك، ولكن تطبيق هاي الأفكار بظل الظروف الصعبة يلي عم نعيشها، قلة غاز، قلة كهرباء، وغلى بالمواد، غلى المواد والمواد، انه انت بتكوني عودتي يعني الزبون على انه تعطيك كواليتي محددة، انت ما عاد فيك تغيريها، فانت بتلاقي صعوبة كثير انك تلاقي هاي المواد نفسها. هاي صعوبة كمان فوق صعوبة الكهرباء، فوق صعوبة الغاز، فوق الظروف اللي نحن عم نعيشها هون. طبعا اكيد بدك ترفعي السعر وقت بدك، طبعا انت بتحاولي يعني انه بدك توصلي هذا المنتج لكل شريحه العالم، تلاقي حلول يعني بديله، بدك تلاقي شيء، بس انت بدك تحافظي بنفس الوقت على الكواليتي اللي انت اعطيتيه للعالم لانه تعودت عليه. فبيننا وبينهم بيقدروا كل العالم توصل لهم، صرنا نعمل بوكسات كبيره، بوكسات صغيره، لحتى العالم تقدر كلها تاخذ هذا الشيء. تمام. بفصل الصيف يمكن ما كثير بيضاين اي نوع كوكيز، خاصه اذا كان فيه بيض او حليب او شيء، انواع الحلو يمكن شوي بتخرب بسرعه بفصل الصيف، ومناسباتنا كلها واغلبها بتكون بالصيف. خلينا نحكي عن طريقه التخزين اذا نحن اخذينهم على سفر، او نصائحك بتقدميها لكل حدا بده ينقي قطعه كوكيز ان كانت او اي نوع حلو، كيف يختارها لحتى تضل يعني ما تنتزع وتضل جودتها منيحه؟ هلا هو بتضل عندك بالبراد او بالفريز، انت بتحطيه بالفريز بيضل شهرين وثلاثه بتطلعيه كانه هلا اكلتي. أوكي. يعني هلا بتاكليه كانك عاملتي جديد، بس ما يتعرض للهواء. ما يتعرض للهواء، بتلفيه بطريقه انه ما يفوت له هواء، وبتفرزيه بيضل مثل ما هو. ولما بده يكون لسفر بدك تحفظيه بطريقه معينه وتفرزيه
يعني قبل بكم يوم مشان يضل يحتفظ بهاي البرودة فيه لحتى يوصل لمكانه. يعني المعمول هاي الكوكيز ما بينتزع يعني. الجوز شوي انه هي بتطرى الحشوة تبعها بدها تضل بالفريزر حتى لما بدك تاكليها بالايام عادية بدها تضل بالبراد. عم شوفك شوي من شغلك موجود معنا اليوم، خبرينا عن هدول الاصناف، شو اكثر شيء اليوم انت ميالي له بصنع الحلويات يعني؟ هلا انا بحبهم كلهم مثل ما كلهم يعني كلهم مثل ما هن، بحب شغلهم يعني بتستمتعي انت لما بتعملي القطعه بتستمتعي. اكثر شيء بياخذ بده وقت وبده يعني فن اكثر هو الكوكيز الملون اللي انا اشتغلت فيه، غير عجينه السكر انا اشتغلت بالالوان العجين. كوكيز للإستر، كوكيز لرمضان، كوكيز للكريسماس، كلهم اشتغلتهم بالوان العجين مو بعجينه السكر. هذا الشيء عجينه السكر الى قوالب وخلص بتلزقي هيدي عجينه السكر، هذيك بدها شغل منك، بدك تطبقيهم مع بعض، بدك ترسمي، بدك تتعبي لتطلع الفكره والموديل لحتى يكون شيء مميز وجديد. ما فيك انت والله السنه بالكريسماس او بالاستر عملنا هذا الموديل نرجع نكرر، بتكرر الشيء بس لازم تعملي شيء جديد لحتى تضلي لافت النظر لحتى يضل شيء يعجب العالم. طيب ست عبير، يعني هيك خلينا نعطي هيك شوي او نضوي على قصه انه كثير من السيدات بتعمل حلو، ولكن كيف السيده بدها تتميز؟ كيف السيده بدها انه هي تكون قد حالها وتتحدى كل الصعاب، حتى صعاب القيل والقال، وانه ما بجوز تجيكي بجوز حدا يوصيكي لك ما حبيتهم ما بدي اياهم بدي رجعهم، بجوز حدا يوصيكي ما ياخذهم، كثير عم بيتعرضوا السيدات لهذا الشيء، خلينا نحكي كيف عم تتجاوزي هاي الظروف، وخاصه التنمر عم يحبطك هذا الشيء؟ لا اكيد ما رح يحبطني، هلا اقول انا ما مرقت بهي المرحله ابدا يعني الحمد لله. كل حدا اخذ الشغل وداقه رجع اخذ ودل غيره لعندي، والحمد لله كانت الاراء كلها كثير ايجابيه ومشجعه لحتى تمشي لقدام اكثر. يعني ابدا ما تعرضت لهي الاشياء، بس مثلا المنافسات هي قويه صفي، يعني بهذا المجال منافسات قويه كثير الصبايا والسيدات يعني بتلاقينا بالبازار مثلا 4-5 طاولات، هي كل واحد له شغله وكل واحد بس كل واحد له هي اللمسه تبعه، في شيء بيميز الطعمه تبعه، نقشه الملقط، الرسمه، يعني عرفتي كل حدا له روحه بهي القطعه دائما بتميزه. ما قلتي الروح هي اللي بتضيف القصص، ايه هي بتعطي اكيد. اي مشروع بحياتنا ما بيكمل بدون ما يكون في حوالينا اشخاص يقدموا لنا هذا الدعم، ان كان نفسي ماديا خلينا نقول. مين اليوم شاركك هذا المشروع من البدايه وامن فيكي انه انت اليوم عندك شيء مفروض يتقدم؟ هلا انا بعائلتي كان زوجي وابني، هدول هن اول شخصين معي بالبيت، اهلي، رفقاتي، اخواتي، يعني هي العالم كله اللي حواليك، بس الدعم الاساسي انه داخل البيت انه يساعدوك يدعموك يشجعوك يشيلوا معك هذا التعب اللي انت فيه يعني. هي ان شاء الله بيتطور هالمشروع وبصير عندك ورشه كبيره من صناعه الحلو، يعني شايفين في لمسات وفي مثل ما بيقولوا تقاني بالشغل. ست عبير، السوشيال ميديا دائما بنقولها هي الجمله انه هي سلاح ذو حدين، احيانا بتكون معه احيانا بتكون ضده، ولكن هي منيحه انه يعني في كثير ناس ما قدرانين يعملوا محل او يسوقوا لحالهم، ما عندهم خبره او معرفه بالمجتمع. اليوم على السوشيال ميديا قديش انت ساعدتك، قديش البوستات، قديش الكومنتس، قديش كان عندك تواصي على دور؟ ايه طبعا الى دور. انا من اول ما بلشت بعد فتره عملت دغري صفحه للشغل وبلشت شوي شوي انشر يعني، فبيجيكي هي الى دور. شو اسمها الصفحه مشان كل حدا؟ هي بيست تشويس كوكيز. ما جبت كرت. بيست تشويس كوكيز. كوكيز اوكي، بحطي الدغري بتطلع لك. فبهي الصفحه انا بنزل كل منتج عم بعمله، البازارات، الاشكال، فمن خلال هاي الصفحه بتفوتي انت على الصفحه بتعملي لايك، بيصير يجيكي انا بدي هاي انا بدي هاي، بيصير في تواصي عن طريق الفيسبوك اكيد. اكيد يعني مثل عفوا حكيت لي نقطه كثير مهمه اليوم، هو يعني بمثابه محل يعني ضمن الظروف اللي عم بنعيشها. بنتمنى لك كل التوفيق بمشروعك حبيبتي. كلكم ذوق وشكرا كثير لكم، وفرصه كثير حلوه، وبتشكر مدام رنا طبع على هالفرصه اللي اتاحت لي اياها. نحن كثير بدنا نتشكرك، وعن جد يعني نحن فخورين باي سيده عم تبلش مشروع عم تعمل شيء كثير حلو بالمجتمع ولحالها كمان. طبعا شكرا كثير لك، شكرا كثير لكم. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم.